إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين يا أرحم الراحمين. أيها المؤمنون، في مجلسنا هذا 15 من سلسلة مجالسنا في الحديث عن المنهاج النبوي واقتحام العقبة وشعب الإيمان المؤدية إلى الجهاد في سبيل الله، في هذا اليوم يوم الأحد 10 من محرم الحرام يوم 10 من السنة 2 من القرن 15 قرن التجديد والخلافة على منهاج النبوة إن شاء الله، نمضي في أحاديثنا وينتهي بنا الكلام إلى المستضعفين والمستكبرين وخصامهم في الزمان والمكان وعبر التاريخ، وما نحن بصدده من إعداد القوة ليوم الجهاد، ليوم الفصل بين المستكبرين الذين يصدون عن سبيل الله، سواء منهم من يتسلطون على المسلمين من الجاهليين أو من يتآمرون على المسلمين من أبناء جلدتهم. يصل بنا الحديث إلى هذه النقطة الحساسة من نقاط الفهم والتربية والتنظيم والموقف السياسي والتنظيم الجهادي. في هذا اليوم المبارك يوم عاشوراء، وفي هذه الأيام المباركة التي تجدد لنا ذكرى هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وذكرى ذلك الجهاد النبيل، ذلك الجهاد المجيد الذي أسس لنا هذا الدين وأقام أركانه في الأرض وأوصل من جاء بعده إلينا هذا الدين الحنيف. في هذه الأيام المباركة التي يكثر فيها الحديث عن الهجرة والحفلات، تكثر فيها الحفلات لإحياء ذكرى الهجرة النبوية، وتكثر فيها الخطب وتكتب فيها المقالات، في هذه الأيام يحق لنا ونحن الذين بدأنا في أحاديثنا كلها نلتمس الهداية من كتاب الله عز وجل، يحق لنا أن نتلو ما يقول الله عز وجل عن الذين أعرضوا عن دينه وكفروا برسله، حتى صرخ الرسول كما حق الله عنه في القرآن وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجرة وهجر، المسلمون اليوم عاجزون عن تجديد ذلك الجهاد العظيم، جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم عاجزون عن هجر ما هم فيه من إسلام رسمي، من إسلام الرسوم، من إسلام الكلام، من إسلام المنافقين الذين يقولون ما لا يفعلون. فيوم يهجرون ماضيهم، ماضي القعود، يستطيعون يوم ذاك أن يرجعوا إلى القرآن وأن تتجدد لهم
اتصالهم بكتاب الله عز وجل وبنموذج نبيهم المجاهد المصطفى صلى الله عليه وسلم الإيمان وتتجدد لهم والإرادة لنصر دين الله. أما إن استمروا في هجر القرآن، أما إن اتخذوا القرآن مهجورا بدل أن يتخذوا الأصنام والأوثان الحسية والمعنوية مهجورة، فإنهم سيبقون في الذل والمسكنة وسيبقون في الاستضعاف ولن ينهضوا إلى جهاد أبدا. نسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا بالإيمان وأن يجعلنا من الذين يستنيرون ويصدقون بنور القرآن ومن الذين لا يتخذونه مهجورا حتى نهاجر إلى الله حق الهجرة. إخوتي، يقول الله عز وجل في سورة سبأ: وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. قال قتلة: هذا قول مشركي العرب، رفضوا حين جاءتهم الدعوة المحمدية، رفضوا أن يؤمنوا بالقرآن ورفضوا أن يؤمنوا أن هنالك رسالات من الله جاءت تترى إلى البشر من عهد نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما بينه من النبيين إلى أن انتهت برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. كفر، كفروا. ثم ينقلنا كتاب الله سبحانه وتعالى إلى موقف هؤلاء الذين رفضوا الدين وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبمن قبله من أنبياء. ينقل القرآن الكريم إلى موقفهم يوم البعث والنشور، فيقول الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول. ها هم أولئك المطرفون المستكبرون المتجبرون انتقلوا من الدنيا حيث كان بإمكانهم أن يكفروا ويستكبروا ويظلموا إلى حيث لا يمكنهم أن يتعدوا ما رسم له من سلوك. وقفوا، ها هم هؤلاء الكفار المطرفون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول. يتحدث المستكبرون إلى المستضعفين، وهذا في القرآن كثير نرجع إليه إن شاء الله عز وجل في مناسبة أخرى، إلى أن يقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. سنة الله في الكون، سنة الله في العالم، سنة الله في التاريخ، أن كل قرية، ومعنى القرية هنا كل مجتمع بالتعبير العصر، في كل مجتمع يكون مترفون متكبرون، هم الذين يتزعمون الاستكبار، هم الذين يصدون المستضعفين عن سبيل الله. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. المترفون هم المستكبرون. قال الراغب الإصفهاني: الترف هو التوسع في النعمة، ونفهم نحن الترف وكلمة مترفين فهما أوسع من هذا، فنقول بأن المترفين هم الطائفة من كل مجتمع الذين يستأثرون بالمال والسلطان فيستكبرون ويصدون عن سبيل الله، ويكون منهم الملأ
كما ورد في القرآن الكريم، هم المتجبرون الذين يستضعفون الناس ويجعلون الصد عن سبيل الله وسيلة من وسائل صد الناس عن العدل وعن النصفة وعن الخير، فهم عندنا المطرفون. فهذا فهم أوسع من هذا الفهم البسيط اللغوي، الطرف هو التوسع في النعمة. ذلك لكي نصل عقولنا هذه في هذا الزمان، عقولنا التي ألفت مفاهيم الغرب والمفاهيم العصرية التي نتجت عن الصراع الفكري بين الرأسمالية والشيوعية، فبدأ أن نستعمل الاصطلاحات التي ليست منا ولا من أصلنا، اصطلاحات الإمبريالية والبرجوازية وكذا وكذا، نستعمل المصطلحات القرآنية، نقول الاستكبار، نقول المطرفون، وكل طبقة جمعت التوسع في الأرزاق على حساب المستضعفين إلى الاستئثار بالسلطة للمحافظة على ثروتها والمحافظة على مكانتها الاجتماعية والسياسية، كل طبقة جمعت بين هذا نسميها طبقة مطرفة. إذ لا فرق بينها وبين مطرفي القرون الفائتة ومطرفي القرى التي أخذها الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. فإذا المطرفون في كل قلة ماذا يقولون؟ بما لا يجيبون الرسل، يقولون إنا بما أرسلتم به كافرون، يبدأون بالكفر ثم يتبعون كلمة الكفر، كلمة التحدي وكلمة الاعتداد بما لديهم من قوة مال وقوة سلطان. قال الله عز وجل يحكي عنهما، قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. أكثر أموالا اعتداد بالمال، اعتداد بالمتاع، استعلاء اقتصادي. نحن أكثر أموالا وأولادا، هذا اعتداد بالعدد، اعتداد بقوة الرجال، اعتداد بالسلطان، هذا استعلاء سياسي. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، هذه ثالثة بعد الاستعلاء الاقتصادي والاستعلاء السياسي، يقولون ما نحن بمعذبين، لأنهم لا يؤمنون بالآخرة، لا يؤمنون بالبعث والنشور. وإذا كان لديهم بعض إيمان بالبعث والنشور فإنهم يزنون أحوال الآخرة بميزان الدنيا، يحسبون أن أموالهم وأولادهم تغني عنهم من الله شيئا. فيخاطبهم القرآن كثيرا في هذا الصدد، يقول إن أموالكم وأولادكم لن تغني عنكم من الله شيئا. لا أستحضر الآيات وسنذكرها إن شاء الله في أحاديث مقبلة. أخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن زيد قال كان رجلان شريكان، خرج أحدهما إلى الساحل وبقي الآخر، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى صاحبه يسأله ما فعل. هذه القصة هي سبب تنزيل هذه الآية، وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مطرفها إن بما أرسلتم به كافرون. رجلان شريكان، سافر أحدهما وبقي الثاني، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى صاحبه يسأله ما فعل، يعني ما حدث له، سألوا عن أحواله. فكتب إليه أنه لم يتبع أحد من قريش إلا رذالة الناس ومساكينهم. فإذا صاحبه كتب إلى صاحبه يقول ما فعل
يعني ذلك الرسول، ذلك الذي جاء يقول أنا رسول، يسأله فأجابه يقول لم يتبع أحد من قريش إلا رذالة الناس ومساكينهم المستضعفون، فترك تجارته وأتى صاحبه فقال له دلني عليه، دلني على هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي رسول. وكان يقرأ الكتب، كان يقرأ كتب التوراة والإنجيل والصحف التي كانت بين أيدي أهل الكتاب، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إلى ما تدعو؟ قال إلى كذا وكذا، أخبره الحبيب صلى الله عليه وسلم بمضمون رسالة التوحيد، ادعو إلى توحيد الله وعبادة الله والإيمان بالله واليوم الآخر. قال أشهد أنك رسول الله. قال يا رسول الله ما علمك بذلك؟ قال إنه لم يبعث نبي إلا اتبعه رذالة الناس ومساكينهم، فنزلت هذه الآيات وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها الآيات، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد أنزل تصديق ما قلت. كذلك نجد في الحديث الصحيح عند البخاري وغيره لما جاء لما بعث هرقل إلى أبي سفيان وكان مشركا يسأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتبعه من الناس، فقال المساكين، قال كذلك الرسل. إخوتي، إن الدعوة الإسلامية اليوم وبعد اليوم لا بد لها أن تقول كلمة فاصلة في هذه النقطة التي حولها يدور الفكر العصري، الفكر التقدمي. هل المسلمون يحبون أن يسود العدل في الأرض أم لا؟ نجيب بالبداهة نعم، ذلك لأن الله يأمر بالعدل ويأمر بالإحسان، وما أمر الله في القرآن بشيء ما أمر بالعدل. لكن هذا لا يكفي، يسألوننا يقولون بما تنوون أن تقيموا العدل وكيف تريدون أن تقيموا العدل؟ نجيب بداهة نطبق حكم الله، نطبق شريعة الله، تكون شريعة الله هي القانون الحاكم في ميادين الاقتصاد والاجتماع والسياسة والتعليم والإعلام وفي كل الميادين، رحمك الله، وبهذا يقوم العدل، وهذا حق. لكنهم يسألوننا بأي فهم تفهمون القرآن؟ هل تدركون جيدا أن مشكلة المشاكل بالنسبة للبشرية كلها وأن هنالك طائفة من البشرية غنية قوية مسلحة هي التي تدبر العالم، هي التي تحكم العالم، هي التي تتصرف في خيرات الأرض؟ وهل تدركون أن هنالك طائفة أخرى محكومة مضطهدة مستغلة مستعبدة؟ البشرية اليوم 4 ملايير، فيها 260 أو 260 ملايين في روسيا، ومئتان وبضع في أمريكا، 500 مليون سدس البشر، أضف إليهم 150 مليون في الغرب، قل في المجموع 700 مليون من الغربيين من الجاهلية الكافرة، أمريكا وروسيا وأتباعهما في أوروبا وفي غير أوروبا، وأذنابهم وأذناب الجاهلية بين ظهرانينا
هؤلاء احتوشوا الخيرات على وجه الأرض وهم الذين يتصرفون في الكون بالمكر، بالسلاح، بكل الوسائل، بالغزو الفكري، حرب بين روسيا وأمريكا في الظاهر بالطبع على خيرات الأرض، لكنهم يتفقون كلما تحققت مصلحتهم على ظهور المستعبدين في الأرض. لا بد لنا الآن وبعد الآن أن نقول كلمة فاصلة في هذا الميدان، ثم أن نعمل على ضوئها وأن نطبقها علينا عندما نصل إلى الحكم. وقد بدأوا الحمد لله في إيران إخوتنا المجاهدون هنالك، برزوا ليحاربوا الكفر، برزوا ليقاتلوا في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين في الأرض كما يأمر القرآن الكريم، يطبقون هذا. فلذلك عادهم شرق الجاهلية وغربها. لا بد لنا يوما ومنذ اليوم أن نجيب بكل وضوح كيف نتصور إقامة العدل الإسلامي على وجه الأرض. لا يكفي أن نقول الله أمر بالعدل فنحن نطبق العدل، الله أمر بالزكاة فالزكاة كفيلة بأن تيسر إعادة توزيع الثروات. هذا لا يكفي، لا بد لنا أن نوضح للناس أننا نحن المأمورون في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن نكون ضد المطرفين، أن نكون مع المستضعفين. ولا بد أن نقول بكل وضوح أن الله سبحانه وتعالى عندما أمرنا بإقامة العدل وشرع لنا الزكاة شرع لنا أيضا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه شرع لنا أن نعيد توزيع الثروات حتى يحل العدل. ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته أمر الصحابة ببذل الفضول، كلما فضل عنهم كلما كان زائدا عن الحاجة اليومية الماسة يعطونه لغيرهم، من كان له فضل ظاهر فليعد به على من لا ظهر له، من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، من كان له فضل كذا إلى آخره. حتى ظن الصحابي الذي روى الحديث الشريف أن لا حق للمسلمين في فضل، والأحاديث في هذا كثيرة. أيما قوم في عرصة بات فيهم جائع فقد برئت منهم الدماء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد لنا لكي تكون دعوة الإسلام دعوة الغد، ولكي لا يأكلنا الشيوعيون، الشيوعيون الذين يعرفون جيدا كيف يخاطبون المستضعفين المستعبدين العمال العاطلون، كيف يخاطبون العاطلين، يقولون نحن نحقق لكم العدالة، نأخذ من أموال الأغنياء ونعطيكم أنتم. الإسلام هو دعوة ورحمة للعالمين. الحكم الإسلامي ليس ضد فئة من المجتمع، هو ليس ضد الأغنياء، إنما يطلب من الأغنياء أن يعطوا حق الله في أموالهم، حق الله من زكاة ثم بعد الزكاة حق بعد الزكاة. لا بد لنا أن يكون هذا واضح. عندما نقرأ في كتاب الله كما قرأنا هنا نجد أن الأمر استضعاف واستكبار، هنالك مترفون متجبرون يعتدون بالأموال لأنهم جمعوها واستأثروا بها، يعتدون بالأولاد لأن يعني بقوة السلطان والمناعة والسلاح، ثم يقولون وما نحن المعذبين. الأمر هكذا في القرآن وفي السنة، نقرأ فنجد أن الكثير الكثير ممن تبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا من المستضعفين. وسنقرأ اليوم إن شاء الله القين الحداد والأقيان في عهد رسول الله كانوا محتقرين، الزراع الفلاحون العمال وكانوا العبيد هذو مستضعفون. القين خباب رضي الله عنه كان مستضعفا محقورا،
العبد بلال وعمار، العبد ذليل مرذول. إننا إخوتي عندما نتحدث عن جهاد وإعداد قوة للجهاد لا بد يمنا أن نفهم جيدا أن الذين يمكنهم من المؤمنين أن يقوموا للموت في سبيل الله، أن ينهضوا وأن يطلبوا الشهادة في سبيل الله بالوازع العالي حب الله وحب رسوله، هؤلاء سيبقون قلة. أما الكثرة الكاثرة من الشعب المحقور المهضوم فإنهم يسمعون نداء الخبز والإنصاف أكثر مما يسمعون أي نداء آخر. فإذا نحن نجحنا في ربط نداء الإيمان بنداء العدل ونداء الهم اليومي هم الشعب، إذا نحن نجحنا في ربط هذين الهمين فإن الطليعة المجاهدة في سبيل الله التي طرحت الدنيا وراء ظهرها فصارت تنشد العدل الإسلامي، تنشد نصر الله، تنشد إقامة دين الله في الأرض، هذه الطليعة ذات الحافز العالي سيتبعها قوم من الشعب محقورون مظلومون مضطهدون بتدرج من الهم الخبزي إلى الهم بالله وباليوم الآخر. إن الله عز وجل قال لنا وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال، فجعل الحافز مزدوجا، نقاتل في سبيل الله ونقاتل غيرة على ذلك الظلم الواقع على المستضعفين. إن الله عز وجل قال لنا في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. عدوي هذا حافز عالي، حافز إيمان، نقاتلهم لأنهم أعداء الله. ثم الحافز الثاني المزدوج المرتبط بالأول وعدوكم، لا تتخذوا عدوي وعدوكم. عدونا لماذا؟ هنا اعتبارات أخرى أرضية. عدونا أولا لأنه يصدنا عن سبيل الله، ثم لأنه يظلم، فالغضب ضد الظلم مشروع. وشعار المسلمين نحن مع المستضعفين ضد المستكبرين هو تبني لهذا الغضب المشروع الذي يستغله الشيوعيون دوننا. قال الله تعالى وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن معذبين. وقال عز من قائل وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. في العرض المقصود منه التفهيم وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مطرفها، وبعد القول يكون العمل الظلم. وفي حيثيات الجهاد وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. في الآيتين معا ظلم واستكبار من جانب وتظلم واستضعاف بل وضعف من جانب آخر. وبين الآيتين آية التفهيم وآية التحريض على القتال من أجل المستضعفين يرسم أمامنا خط الجهاد، جهاد لنصر دين الله الذي لا يتحقق إلا بنصر المستضعفين، لأن المستكبر دائما جبار يستأثر بالأرزاق يظلم ويصد أيضا عن سبيل الله. وهنا النقص الطبيعي في النظرية الشيوعية التي لا تدخل في حسابها الأخلاقيات والروحانيات، لا تدخل في حسابها أن الظلم على صعيد الأرزاق لا يتم إلا
بالظلم الذي هو الصد عن سبيل الله. وإن كانت الكنيسة الشيوعية انتقلت الكنيسة الكاثوليكية بمساندتها للظلم الفيودالي والبرجوازي في أوروبا، فإنها ما فعلت ذلك لكي ترجع الناس من الضلال إلى الهدى، وإنما فعلت ذلك لترفض الدين كلية. ولسنا هنا بصدد المضي في هذه الاعتبارات ولا بصدد نقد الشيوعية، فإن الإسلام لا يقارن بالأفكار الأرضية ولا بالملاهي الأرضية. استضعاف واستكبار فهم أن التاريخ البشري كان دائما تاريخ تطاحن بين القوي الذي يستضعف الضعيف. وفي آية التحريض حث لنا جميعا أن ننهض وأن نغضب لله وأن نغضب للمستضعفين، فننصر الله على المستضعفين. إخوتي، إن الذين قاتلوا الكفر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم حتى أوصلوا إلينا هذا، كانوا ثلة من المستضعفين. جاهدوا، قاتلوا، بذلوا في سبيل الله النفس والنفيس. وإذا كان يمكن أن نرمز للطرف والجاهلية والظلم والاستكبار بأبي جهل، فإن مقتل أبي جهل كان على يد المستضعفين. وفي مقتل أبي جهل في تلك اللحظات الحاسمة من حياته تجلى استكباره، تجلت تلك النفسية الطاغية. فإن هذا الجبار لما عرف أنه مائت من الضربة التي تلقاها على يد المستضعفين قال فيما قال: لو غير أكار قتلني، لو غير أكار قتلني. لاح، فهو كان يعتبر نفسه من صناديد قريش وكبرائها، فأنف أن يقتل على يد أكار، على يد فلاح. رأيت كيف كانوا يحتقرون الناس، كيف كان المستضعفون محتقرين، كيف كان الفلاح محتقرا. يقول ابن هشام: عن ابن عباس وعبد الله بن أبي بكر أيضا قد حدثني ذلك، قال معاذ بن عمرو بن الجموح أخو بني سلمة وهو من المستضعفين، يقول هذا الرجل، هذا الصحابي الجليل: سمعت القوم، هذا في غزوة بدر، أثناء غزوة بدر، أثناء القتال في بدر، سمعت القوم وأبو جهل في مثل الحرجة. قال ابن هشام: الحرجة الشجر الملتف. وفي الحديث عن عمر بن الخطاب أنه سأل أعرابي عن الحرجة فقال: هي شجرة من الأشجار لا يوصل إليها. يقول معاذ بن عمرو بن جموح: وهم يقولون أبو الحكم لا يخلص إليه، هو أبو جهل لا يخلص إليه، يريدون أن يمنعوه كي لا يقتل، إنه كان من رؤساء القوم، يريدون أن يحموه. قال: فلما سمعتها جعلته من شأني. لما سمعهم يتحدثون عن أبي الحكم ويريدون أن لا يخلص إلا إلى أبي الحكم، ويتواصون أن لا يتركوا المسلمين يصلون إلى أبي الحكم، قال: جعلته من شأني، يعني صمد إليه، خاصر إليه، ألزم نفسه بقتل أبي جهل، فصمدت نحوه، فلما أمكنني حملت عليه فضربته ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه، أطنتها أي أبعدتها، قطعتها، فوالله ما شبهتها حين طاحت إلا بالنواة تصيح من تحت مرضخة النواة حين يضرب بها.
ما وجد مسكين، هذا رجل جليل المستضعف، ما وجد شيء يشبه به. كيف أطن قدم أبي جهل إلا بالنواة حين ترضخ بالحجر؟ كانوا يعيشون عيشة بسطاء، يأكلون التمر ثم يطحنون النواة لكي يتغذوا به، مستضعفون. من تحت مرضخة النواة حين يضرب بها قال: وضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي. وانظروا هنا إلى شجاعة هؤلاء الرجال. وهكذا ينبغي أن نكون، أن نكون مستعدين أن نطرح كل شيء وراء ظهرنا كي نموت في سبيل الله ونصبر في سبيل الله كما صبر. يقول: فتعلقت بجلدة من جنبي، يده أصبحت معلقة بجلدة في جنبي، وأجهضني القتال عنه. أجهضني القتال عن أبي جهل، يعني أتعبني القتال، تعب، وكيف لا يتعبه يده إلى جانبه مدلات. فلقد قاتلت عامة يومي وإني لأسحبها خلفي. قاتل عامة يومه وهو يسحب يجر يده من ورائه. انظروا إلى المستضعفين كيف يعرفون، كيف يستطيعون أن يجاهدوا في سبيل الله وأن يموتوا في سبيل الله. فلما آذتني وضعت عليها قدمي، وضع قدمه على يده المقطوعة المدلات بجلدة، ثم تمطيت بها عليها، نزل بها عليها وجبذ يده هكذا، جبذ ذراعه حتى طرحتها، حتى قطعها، حتى تم قطع الرجل اليد ورماها. ثم يقول ابن هشام: ثم مر بأبي جهل وهو عقير معوذ بن عفراء، وهو كان شابا من شبان الأنصار، فضربه حتى أثبته، أثبته يعني أثخنه بالجراح حتى أصبح لا يستطيع أن يتحرك، فتركه وبه رمق، به بقية من حياته. وقاتل معوذ حتى قتل رضي الله عنه أرضاه، كان شابا يافعا في مقتبل العمر. فمر عبد الله بن مسعود بأبي جهل حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلتمس في القتلى، أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبحثوا عن أبي جهل أن يجدونه في القتلى. وقد قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني: انظروا إن خفي عليكم في القتلى إلى أثر جرح في ركبته، فإني ازدحمت يوما أنا وهو على مأدبة لعبد الله بن جدعان ونحن غلامان، وكنت أشف منه بيسير أكبر منه، فدفعته فوقع على ركبته فجحش في إحداهما جحشا لم يزل أثره به. قال عبد الله بن مسعود: فوجدته بآخر رمق فعرفته، فوضعت رجلي على عنقه. أرأيتم كيف ينصر الله عز وجل المستضعفين؟ عبد الله بن مسعود كان من ضعاف المسلمين، كان من المستضعفين، كان من ثقيف، وهاجر من ثقيف إلى من طائف بلدي ثقيف إلى مكة، فكان يرعى الغنم، راعي غنم ضعيف. أرأيتم كيف أمكنه الله عز وجل من عدوه فوضع رجله على عنقه؟ قال: وقد كان ضبث بي مرة بمكة فآذاني ولكزني. ضبث يعني أمسك بي والتزمني وآذاه بمكة ولكزه ضربه، هذا كان يؤذيه بمكة. يقول: ثم قلت له: هل أخزاك الله يا عدو الله؟ قال: وبماذا أخزاني؟ أعمد من رجل قتلتموه؟
أعمد من رجل قتلتموه؟ يعني يقول معنى هذه الجملة، هل هنالك عار أن تقتلوا رجلا؟ يعني قتلتموني غلبتموني فلا عار فلا خزي. لا يشق أنه سأله قال أخزاك الله يا عدو الله، قال هل في الموت خزي؟ أخبرني لمن الدائرة اليوم؟ هذا أبو جهل يسأل، يعني من غلب؟ لمن الدائرة اليوم؟ قال قلت لله ورسوله. قال ابن هشام ضبط قبض عليه ولزمه، قال ضابي ابن الحارث الأخير. قال ابن هشام ويقال عار على رجل قتلتموه. في رواية أخرى أخبرني لمن الدائرة اليوم، لمن الدائرة اليوم؟ قال ابن إسحاق وزعم رجال من بني مخزوم أن ابن مسعود كان يقول، وانتبهوا هنا إلى ظهور الاستكبار والاستعلاء حتى في الخزي حتى في الموت، كان عبد الله بن مسعود يقول قال لي أي أبو جهل لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، يا رويعي الغنم، رويعي بالتصغير راعي رويعي الغنم احتقره، ارتقيت مرتقا مرتقا صعبا. قال ثم احتجزت رأسه ثم جئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله، يا رسول الله هذا رأس عدو الله أبي جهل. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الذي لا إله غيره. قال وكانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت نعم والله الذي لا إله غيره. ثم ألقيت رأسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمل الله. إخوتي إننا ونحن مقبلون على نصرة دين الله وجند الله يستعدون ليوم ينصر فيه الله من ينصره، لا بد لنا أن نسلك سبل الجهاد على بينة من أمرنا. هذه البينة تتلخص في أن يكون جهادنا في سبيل الله والمستضعفين، فيكون الجهاد من أجل نصر المستضعفين تابعا للجهاد في سبيل الله. إن التقدميين والاشتراكيين والشيوعيين وأنصار المستضعفين وهم كثيرون قولا في العالم يتكلمون كثيرا عن الطبقات المسحوقة عن المظلومين في العالم، وكثيرا بل غالبا ما يكون وراء هذه الشعارات اليسارية التقدمية فقط التوسل إلى الحكم والبحث عن طريق سهلة ميسرة إلى الحكم. فإذا صعد الشيوعيون واليساريون وأنصار الضعفاء في زعمهم إلى الحكم تجددت المأساة و انقلبت تلك الحملان تلك الخراف الاشتراكي الذي تنادي بالإنسانية تحولت ذئابا على المستضعفين وتجددت سلسلة الاستكبار. فلكي يكون جهادنا جهادا في سبيل الله والمستضعفين يجب أن يكون الغضب ضد الظلم بعد الغضب على انتهاك حرمات الله وتابعا له. وقد سمعنا كيف كان عبد الله بن مسعود ينعت أبا جهل بأنه عدو الله، وعندما حدث عما لقيه على يده من أذى في مكة حينما ضبثه ولكزه لم يأتي لم يجعل ذلك هو السبب الرئيس لما فعل به حين وطئ عنقه، بل جعله مضافا إلى الحيثية الأولى والسبب الأول هو أنه عدو لله. ولما قدم رأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه عدو الله. لعل بعضنا أيها الإخوة يخجلون ويخشون أن يقولها صريحة كما يقولها الآن الإمام الخميني وإخواننا المؤمنون المجاهدون في إيران
نحن مع المستضعفين ضد المستكبرين. لعل بعضنا يخجلنا أن يقولها، أو لعل الصورة ليست واضحة بين أعينهم فيفوتنا أن نعبئ الغضب الشعبي المتزايد على الظلام، الغضب الشعبي المتزايد من جراء الفشل السياسي والاجتماعي والاقتصادي، يفوتنا أن نستغل هذه الغضبة المشروعة لكي نتخذها عونا على ما نحن بصدده من تهيئة جند الله. لكن طليعة جند الله يجب أن يكون حافزها أعلى، يجب أن يكون دافعها للجهاد ومحرضها على الجهاد الغضب لمحارم الله قبل كل شيء، وبعد ذلك فقط الغضب على الظلم. نصر الله أولا ثم نصر المستضعفين، لأن الله أمر بنصر المستضعفين. إخوتي، ننتقل إلى مشهد من مشاهد ما لاقاه المستضعفون في مكة، ونحن لا نزال الآن في مكان التحمل، تحمل الأذى. وتحمل الأذى هو المدرسة التي فيها تتكون الشخصية الإيمانية المجاهدة، فالذي لا يقدر أن يتحمل الأذى اليوم لن يقدر غدا أن يكون ذلك الجندي الذي يتمطى بذراعه وهي مدلات بجانبه حتى يقطعها بعد أن حارب عامة يومه ويده من ورائه يسحبها. أمثال هؤلاء الرجال نريد، وإنما تخرجوا من مدرسة المحمدية، مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة التي كان فيها الإلقاء النبوي، كان فيها تلقي الوحي، وكان فيها العمل العباد، كان فيها الصلاة وقيام الليل، وكان فيها أيضا الصبر على الأذى، وهو ركن من أركان التربية نحن بحاجة إليه. نسأل الله عز وجل أن يخفف عنا أذاهم، فإننا ما أمرنا أن نتمنى لقاء العدو، لكننا أمرنا على أي حال أن نصبر إذا كان هنالك لقاء. أخرج ابن سعد عن الشعبي قال: دخل خباب بن الأرس رضي الله عنه على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأجلسه على متكئه وقال: ما على الأرض أحد أحق بهذا المجلس من هذا إلا رجل واحد. قال له خباب: من هو يا أمير المؤمنين؟ قال: بلال. فقال خباب: ما هو بأحق مني؟ إن بلالا كان له في المشركين من يمنعه الله به، ولم يكن لي أحد يمنعني، فلقد رأيتني يوما أخذوني فأوقدوا لي نارا ثم سلقوني فيها، يعني ألقوني فيها، ثم وضع رجل رجله على صدري فما اتقيت الأرض، أو قال: برض الأرض إلا بظهري. قال: ثم كشف عن ظهره فإذا هو قد برص، برص يبيض من أثر الحريق الذي كان أصابه. هل كان خباب في مجلس أمير المؤمنين يمن على الله ما أصابه من أذى؟ هل كان يفتخر على بلال حين قال: أنا أحق منه؟ لا يظن بأمثالهم رضي الله عنهم ذلك، إنما ذكر ما أصابه من أذى في سبيل الله لكي يتحدث بنعمة الله عليه، ولكي يكون ذلك لنا نحن ونحن على بعد 14 قرنا من ذلك العهد المشرقي، يكون لنا ذلك درسا، وليكون لنا عظة وعبرة وأسوة. أخرج أبو نعيم الحلية عن الشعبي قال: سأل عمر رضي الله عنه بلالا عما لقي من المشركين، فقال خباب: يا أمير المؤمنين انظر إلى ظهري. فقال عمر: ما رأيتك اليوم. كلمة تعجب، تعجب. قال: أوقدوا لي نارا فما أطفأها إلا ودك ظهري. لما كشف
أمير المؤمنين عن الظهر الشريف ظهر خباب رضي الله عنه، ورأى به أثر الإحراق أثر البرص، رأى به البرص من أثر الحق. قال: ما رأيتك اليوم؟ عجيب، ما هذا؟ قال: أوقدوا لي نارا فما أطفأها إلا ودك ظهري. الودك هو الشحم. وأخرج أحمد، الإمام أحمد رضي الله عنه، عن خباب رضي الله عنه قال: كنت رجلا قينا. القين هو الحداد. وفي مجتمع المطرفين في مكة كانوا يحتقرون الأبكار، كانوا يحتقرون رويعي الغنم، كانوا يحتقرون القين حداد، إنما كان محترما فيهم المجرمون السفاكون الذين جمعوا بين الثروات المادية وبين السلطان والحكم. الملأ المجرمون المتكبرون. أما القين كخباب والعبد كبلال وراعي الغنم كعبد الله بن مسعود والأكار الذي قتل أبا جهل، فهؤلاء كانوا من ضعاف القوم المحتقرين. قال: كنت رجلا قينا وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه، فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. رأيت كان للقين دين على واحد من كبار قريش العاص بن وائل، بل كان العاص بن وائل لو كان سيد قريش كان من سادتهم الكبار. استعمل لكي يصد الناس عن دين الله حتى الضغط المادي، أبى أن يقضي دينه حتى يكفر بمحمد. فقلت: لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى تموت ثم تبعث. قال: فإني إذا مت ثم بعثت جئتني ولي ثم مال وولد فأعطيك. يسخر منه، يتهكم. قال: إذا مت ثم بعث تأتيني فأعطيك، فسيكون لي ثم مال وولد. فأنزل الله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، إلى قوله: وياتنا فضا. وأخرج البخاري عن خباب رضي الله عنه يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد ببردته، وهو متوسد ببردة وهو في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت: ألا تدعو الله؟ فقعد وهو محمر وجهه فقال: لقد كان من قبلكم لا يمشط بأمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله عز وجل. زال بيان، هو من رواة الحديث، والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. في مجلس لنا مقبل إن شاء الله فنرى كيف سلك هؤلاء المستضعفون بعد أن نصرهم الله عز وجل، كيف كانوا حينما تحولوا من دار الاضطهاد من مكة وهاجروا إلى المدينة ثم نصرهم الله ثم أصبحوا حكاما، كيف كان سلوك هؤلاء الرجال؟ هل استأنفوا جولة أخرى من جولات الاستكبار المطبوع عليها بنو آدم، أم أنهم كانوا مثال العدل ومثال الإنصاف ومثال الخير؟ إخوتي، إننا نرى أن كل دعاة التقدمية والاشتراكية والشيوعية لا يكادون يتولون الحكم حتى يعيدوها جدعة، وحتى تتكرر المأساة التي
عاش عليها أجيال البشر ما بين هوم المستكبرين وتحمل المستضعفين. نسأل الله عز وجل أن يجعل لنا من رسوله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة حتى نجدد ذلك العهد المشرق إن شاء الله تعالى.